العثور على القسم المفقود من سور أورشليم قبل خراب الهيكل الأول. الأورغان الذي جمده الزمن. الرهبنة الكرملية تحتفل بعيد العذراء سيدة الكرمل. تفويض يسوع لمريم المجدلية. وفد من مؤسسة ريال مدريد يزور بطريركية القدس للاتين لدعم الأطفال في الأرض المقدسة. أهلا بكم. كشفت الحفريات الأثرية التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية في حديقة مدينة داود الوطنية عن بقايا سور أورشليم الذي تم بناؤه خلال العصر الحديدي أيام الهيكل الأول في مملكة يهودا لحماية أورشليم من الشرق. كاميرا المركز المسيحي للإعلام تجولت بين بقايا السور. كشفت الحفريات الأثرية التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية عن بقايا سور أورشليم الذي تم بناؤه خلال العصر الحديدي أيام الهيكل الأول في مملكة يهودا لحماية أورشليم من الشرق. نحن موجودون في المنحدر الشرقي في حديقة مدينة داود الوطنية. لقد عثرنا على قسم جديد من سور أورشليم يعود إلى فترة الهيكل الأول. القسم الجديد الذي تم الكشف عنه يربط بين قسمين تم تنقيب فيهما من قبل على المنحدر الشرقي. في الستينيات اكتشفت عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون جزءا من السور في الجزء الشمالي من المنحدر وأرخته لأيام مملكة يهودا. بعد حوالي عقد من الزمان اكتشف عالم الآثار غالشي لوح مقطعا طويلا من السور في الحفريات في الجزء الجنوبي من المنحدر، ولكن على مر السنين كانت هناك شكوك حول كون هذه المكتشفات بقايا السور. بين هذين القسمين توجد فجوة مقدارها 70 مترا. على مر السنين لم ننجح في العثور على القسم الموصل بين هذين القسمين. في هذا المكان بالضبط عثرنا على قسم إضافي من السور، إذ يمكنني أن أجزم بشكل قاطع اليوم بأن أمامنا سور أورشليم الذي يعود إلى نهاية فترة الهيكل الأول بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد، ويمكننا تتبع نحو 200 متر منه. يبلغ ارتفاع السور نحو 3 أمتار وعرضه نحو 5 أمتار، وقد حمى السور أورشليم من عدد من الهجمات في عهد ملوك يهودا حتى وصول البابليين الذين تمكنوا من اقتحامه وفتح المدينة. في سفر الملوك الثاني هناك وصف لغزو البابليين للمدينة، وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط. يبدو أن البابليين اقتحموا المدينة من الجهة الشمالية ولم يدمروا السور الشرقي. بسبب الانحدار الحاد للمنحدر الشرقي بزاوية تزيد عن 30 درجة، لهذا السبب لا أعتقد أن أي جيش عاقل كان سيقوم بمهاجمة المدينة من هذا الاتجاه. ولكن يمكن مشاهدة آثار للحريق الكبير الذي التهم أورشليم وما ألحقه البابليون من دمار في المبنى الذي كان يقف بجانب السور والذي تم الكشف عنه خلال الحفريات السابقة، وتم اكتشاف جرار تخزين تحطمت عند احتراق المبنى وانهياره تحمل مقابض وردية مختومة على شكل وردة مرتبطة بالسنوات الأخيرة لمملكة يهودا. تماما هنا حيث نقف عثرنا على نقش لختم يحمل اسم شخص يدعى سافان. عثرنا أيضا على ختم بابلي على بعد سنتيمترات معدودة من النقش اليهودي. نشاهد على الختم شخصية تقف أمام رمزي إلهين بابليين، الأول هو مردوخ وهو إله بابلي مشهور، والثاني هو نيبو وهو أيضا إله بابلي مشهور. تزامنت هذه المكتشفات الأثرية مع ذكرى خراب الهيكل اليهودي في 9 من آب حسب التقويم العبري. ديفيد كاتالونيا يحمل شهادة دكتوراه في علم الموسيقى، بدأ مشروعا مدته 5 سنوات حول أقدم أورغان في العالم تم العثور عليه في كنيسة المهد في بيت لحم في بداية القرن 20، ويعود تاريخه إلى القرن 12.
ويمكن أن يكشف عن العديد من أسرار الثقافة الموسيقية في القرون الوسطى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بدأ الباحث والمؤرخ والمتخصص في العصور الوسطى الإسباني ديفيد كاتالونيا دراسته على هذا الأورغان الفريد من نوعه وربما الأقدم في العالم، وعلى كاريلون الأجراس أيضا. جاء دكتور علم الموسيقى إلى القدس للتعمق في بحثه حول هذه الآلة الاستثنائية التي تعود إلى القرن الثاني عشر، والتي اكتشفها علماء الآثار في كنيسة الماد في بيت لحم بداية القرن العشرين، وحفظها الفرنسيسكان في القدس. هذا الأورغان الفريد هو اكتشاف تاريخي بالنسبة للباحثين، يشكل فرصة حقيقية لملء فجوة تقارب خمسة قرون في المجال المسيحي. This is the only organ from the period that has been preserved in an incredible state of preservation. So the history of this organ probably was that إنه الأورغان الوحيد الذي تم الحفاظ عليه من ذلك الوقت في حالة لا تصدق. ربما يرجع تاريخ هذه الآلة إلى وقت إحضارها إلى الأرض المقدسة من قبل الصليبيين الفرنسيين، حيث استخدمت لمدة قرن تقريبا في كنيسة المهد حتى إحدى الغزوات الإسلامية في أواخر القرن الثاني عشر. تم تفكيك الأورغان بعد ذلك لحمايته من الدمار، وربما على أمل استخدامه مرة أخرى، وكأنه تجمد في الزمن لأنه ربما تم دفنه في صندوق من الخشب لحمايته. إنني مندهش تماما لأنه يبدو كما لو أن هذه الأنابيب صنعت بالأمس. هنا لدينا الفرصة لفهم التقنيات المستعملة وثقافة الكنيسة في العصور الوسطى بشكل أفضل من خلال دراسة تاريخ هذه الآلة. لدينا أيضا فرصة لفهم كيفية صنع هذه الآلات لإحياء أصواتها. Bring their sound alive again. دخل الأورغان في ليتورجيا الكنيسة اللاتينية في القرن العاشر، وهو آلة مهمة جدا في الثقافة الغربية. ومع ذلك حتى هذا الاكتشاف لم يكن لدينا أي دليل مادي على المرحلة المبكرة من تطور آلة الأورغان في الكنيسة قبل القرن الخامس عشر. This is very close to the really to the origins of this musical. نحن قريبون جدا من أصول هذا التقليد الموسيقي والتقني. لهذا السبب من المهم جدا دراسة وفهم كيفية إدخال الأورغان في الكنيسة ثم تكييفه مع احتياجات الطقوس اللاتينية داخل الكنيسة، مما أدى إلى تغيير هذه الآلة، وهذا ما نقوم بدراسته. بالتعاون مع حراسة الأراضي المقدسة يجب أن تعمق هذه الدراسة أيضا معرفتنا بالتاريخ الموسيقي للعصور الوسطى. سيتم عرضه في متحف الأرض المقدسة، ويسعد اللجنة العلمية وجود هذه الشراكة مع دافيد كاتالونيا للتعرف على هذا الأورغان بشكل أفضل. يتم تقديمه بشكل أفضل في المتحف ويساعدنا في معرفة التاريخ الموسيقي للعصور الوسطى. يؤدي هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة تحضيرية مدتها نحو خمس سنوات إلى إعادة ترميم هذا الأورغان. إنها عملية ترميم طويلة. في الواقع علينا إعادة بناء تقنيات التصنيع وإعادة إنتاج الأنابيب بالطريقة نفسها التي صنعت بها في العصور الوسطى، لإعادة إنتاج وترميم الأورغان بالكامل حتى نتمكن من سماع صوته مرة أخرى. تعلمنا السيدة العذراء خاصة مع عطية ثوب الكتفين أن نبقى تحت حمايتها وأن نعيش التكريس الروحي، فيقودنا مباشرة إلى نتائج مهمة من أجل حياتنا الروحية وتجربتنا البشرية. هذا ما قاله الأب جسليري الرئيس العام لرهبنة الكرمليين الحفاة في عيد العذراء سيدة الكرمل الذي ترأسه الأب برونو فاريانو الفرنسيسكاني بحضور حشد من المؤمنين. عيد العذراء سيدة الكرمل في التقرير التالي. السلام يا حنونة. مع
بعد تراجع جائحة كورونا في الأرض المقدسة، توافد العديد من المؤمنين بشوق ولهفة شديدين على كنيسة العذراء سيدة الكرمل في حيفا للاحتفال بعيد سيدة الكرمل. ويحيي هذا العيد في 16 من تموز ذكرى رؤيا القديس سيمون ستوك الراهب الكرملي للعذراء مريم التي منحته فيها إنعام الثوب المقدس، وهو ثوب فضفاض بلا كمين يتدلى من الكتفين. La Madonna soprattutto con il dono dello scapolare. تعلمنا السيدة العذراء خاصة مع عطية ثوب الكتفين أن نبقى تحت حمايتها وأن نعيش التكريس الروحي، فيقودنا مباشرة إلى نتائج مهمة من أجل حياتنا الروحية وتجربتنا البشرية. العمل والآلام وكل منغصات الحياة العادية نأتي بها إلى قدمي مريم. Tutto quello che è il disagio della vita comune noi lo portiamo ai piedi di Maria. يعني اليوم أنا هيك شوي خبرة شخصية متأترة إنه أنا كمان فقدت أمي قبل فترة قصيرة، وأمي اليوم صار عندي أكتر من أم بالسماء، فبقولها أنت أمنا وأمها لأمي، وأمي هي بنتك اليوم معك بالسماء. ترأس القداس الاحتفالي الأب برونو فاريانو الفرنسيسكاني حارس ورئيس كنيسة البشارة في الناصرة، رغم أن الاحتفال يعود في أصله إلى الرهبنة الكرملية. إنه تقليد قديم جدا تقديرا لوجود الفرنسيسكان في الجليل وفي جميع أنحاء الأرض المقدسة، وخاصة أثناء فترة الاضطهاد والصعوبات. نحن الحراس على مكان مريم، نعم، وهم حراس جبل الكرمل في موهبتهم المكرسة لمريم العذراء. لهذا السبب هي لحظة فرح عظيم واحتفال جيد للجميع. اليوم كان في عنا تجمع رائع، تجمع كتير حلو من أهلنا من الناصر ومن أهلنا من حيفا ومن أهلنا من كل الأراضي المقدسة تيصلوا للعذراء عليها السلام في عيد الكرمل. وزي ما وصاها يسوع وقال ليوحنا هذه أمك، وقال للعذراء هذا ابنك، إحنا أيضا صرنا أبناء مريم العذراء بوصاها خاصة من يسوع. I came from Nazareth and I bring here with me all the intentions. لقد جئت من الناصرة وأحضرت معي مجموعة من الناس رغبوا في الصلاة هنا لأمنا، فهي تعرف ما يحتاجه أولادها ونحن نثق بعنايتها. What her children need and we trust in her care. تجمع الأم السماوية العذراء مريم أولادها ومحبيها من كل فئات الشعب. رسالة من هذه الأخوة بين الفرنسيسكان والكرمليين: قبل كل شيء نحن جميعا مكرسون وأبناء مريم العذراء، ونريد دائما أن نشهد أن الأم تحب أطفالها ليكونوا معا. بالنسبة لهذا المجتمع المحلي الفرنسيسكاني والكرملي، فإن الجماعات الدينية الأخرى المكرسة الأخرى تأتي للاحتفال معا سوية جنبا إلى جنب مع الأم، دائما متحدين كإخوة. E così sempre uniti come fratelli. Il messaggio di questa festa di quest'anno è soprattutto. إن رسالة هذا العام إلى جانب حماية الأمومة والدعوة إلى الرجاء هي انفتاح أكبر للحب تجاه يسوع المسيح ابن مريم أخينا في الإيمان. Di amore verso Gesù Cristo, figlio di Maria e nostro fratello nella fede. وإن شاء الله يا رب عقبال كل سنة بالصحة والعافية. عيد الكرمل وكل الأعياد المريمية الثانية. كل عام وانتم بخير. احتفل رهبان حراسة الأرض المقدسة يوم الخميس 22 من تموز بعيد مريم المجدلية المعروفة بتلميذة المسيح. كانت ذكرى ليتورجية مهمة في التكريس المسيحي إلى أن رفعها البابا فرانسيس إلى درجة عيد احتفالي. مراسلتنا حضرت الاحتفال. تم تكريس هيكل داخل كنيسة القيامة لحدث خاص ورد في إنجيل يوحنا، لقاء يسوع القائم من الموت مع مريم المجدلية. في هذا المكان يوم الخميس 22 من تموز احتفل رهبان حراسة الأراضي المقدسة مع مجموعة من الرهبان والمؤمنين الموجودين في القدس بالعيد المكرس لمريم المجدلية المعروفة بتلميذة التلاميذ. ترأس الأب مارسيلو شيشينيلي رئيس دار المخلص الاحتفال مع أخوية القبر المقدس. شاع
شدد الأب مارسيلو في عظته على الحضور الأمين لمريم المجدلية في مجموعة تلاميذ يسوع. إنها من بين الأشخاص القلائل الذين بقوا عند الصليب، اختبرت بطريقة خاصة رحمة يسوع المحررة واختارت أن تخدمه بنفسها. تلتقي مريم المجدلية بيسوع ويدور بينهما ذلك الحوار الصغير المهم للغاية، بالإضافة إلى تفويض يسوع لها بالذهاب للرسل وإعلان لقائها مع القائم من بين الأموات. الكنيسة والبابا فرانسيس بشكل خاص تطرقوا لهذا اللقاء عام 2016 عندما رفعوا ذكرى ليتورجية إلى رتبة احتفالية تنتصر لدور المرأة في التبشير، هو دور مهم للغاية، ولكن تم التأكيد على أهميته في هذا الاحتفال بشكل خاص. نحب أن نستذكر هنا هؤلاء النساء القويات. شدد الأب مارسيلو على أن مريم المجدلية هي نموذج لوجود المرأة في الحياة الكنسية، ومن ثم أشار إلى الخدمة الثمينة والخفية للعديد من النساء اللواتي يعيشن ويعملن في الأرض المقدسة. كل يوم خلال دورة الظهيرة والتي تمر بمزارات آلام وموت يسوع وقيامته هنا في مكان الحدث، تخلد الأنتفونات والترانيم الجريجورية ذكرى لقاء القائم من بين الأموات مع مريم المجدلية. قام وفد من مؤسسة ريال مدريد برئاسة نائب رئيس المؤسسة إيكر كاسياس بزيارة بطريرك القدس اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا. تقوم مؤسسة ريال مدريد بالتعاون مع مدارس البطريركية للسنة التاسعة على التوالي بتدريب أطفال الأرض المقدسة من خلال الرياضة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا. تعزيزاً للقيم الإنسانية والرسالة الثقافية واستكمالاً للمشاريع الرياضية القائمة بالشراكة مع مدارس البطريركية اللاتينية منذ 9 سنوات، زارت مؤسسة ريال مدريد ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي إيكر كاسياس والوفد المرافق له البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين في مقر البطريركية اللاتينية في القدس، وذلك في 20 من تموز. نيابة عن مؤسسة ريال مدريد، يسعدنا جدا أن نكون قادرين على القيام بدورنا للمساعدة خاصة في هذا الوقت في الوضع الذي نحن فيه، ويسعدنا جدا أن نكون قادرين على الاستمرار في المساهمة حتى يتم تدريب الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال الرياضة وأن ينمو بطريقة صحية. بيساعد المشروع أولا على خلق فرص عمل للمدربين، كما أن هذا المشروع بيساعد الطلاب القادمين من أسر محدودة الدخل على الاشتراك في برامج رياضية خارج أوقات الدراسة. فبالنسبة لي أنا بشوف أنه هذا المشروع بخلق الفرح في قلوب الطلاب المشاركين أكثر من ما أنه هو دعم مادي أو تربوي أو رياضي، هو مشروع بجسد قيم العطاء المحبة. وأعرب البطريرك بيتسابالا في كلمته عن شكره وتقديره لمؤسسة ريال مدريد التي تخدم الآلاف من الأطفال التابعين لمدارس البطريركية، مؤكدا على أهمية الرياضة في تشجيع وتعليم الأطفال الاحترام المتبادل وقبول الآخر ومعرفة المعنى الحقيقي للفوز من جهة وقبول الخسارة من جهة أخرى. وفي السياق ذاته وجه إيكر كاسياس رسالة للشباب والأطفال في الأرض المقدسة قائلا: أتمنى أن يستمروا كما كانوا يفعلون حتى الآن، هذه أوقات عصيبة للغاية بالنسبة لنا جميعا، وكان الشباب قدوة لنا جميعا. أتمنى أن يستمروا في ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم، وليستمروا في النمو بسعادة ولقاء الناس، ليتمكنوا من تطوير ممارسة هذه الرياضة الرائعة. إلى جانب تسديد الكرة في المرمى وتسجيل الأهداف، تسجل مؤسسة ريال مدريد أهدافاً روحية سامية من خلال الالتفات إلى الأطفال واحتضانهم في أرض المسيح. ونختتم النشرة بالصور لأهم لحظات المجمع العام للإخوة الأصاغر لعام 2021.
Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام نشراتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أطيب المنى من فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح.